جدد البنتاغون تحذيره لاستمرار استهداف قواته في العراق والمنطقة. نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرين أسينك قالت إن القوات الأمريكية منتشرة في المنطقة وستبقى لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها حسب تعبيرها. قواتنا تتعرض في العراق وسوريا للهجوم من الميليشيات المدعومة من إيران. كما تعلمون منذ أكتوبر كان هناك إيقاع منتظم للهجمات. لدينا قوات منتشرة في أنحاء العالم معرضة للخطر. قواتنا تخدم بشجاعة لحماية المواطنين الأمريكيين ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.